في الكتاب من جزء أول عن التعادل. التعادل هو ما يمكن أن تفعل تعمل مع عائلة، ونوع المحلية تعتمد على الفرق في تركيز الأولاد الهيدروجين ومع الأولاد. فعندنا يقسم إلى أولاً، نحن نأخذ أولاً هو تفاعل تعمل قوي مع تعادل قوي. هذا النوع من الأسئلة اللي بعرفك لك، فأنت أول شيء ممكن أكون ملاحظات تكتبها، إنه أول شيء تكتب الأمراض المعادلة تقامل على حدث والقاعدة على حدث، فيعتمد على هذا. أولاً راح تكتب ملاحظات عندك، تكتب معادلة كل من الحامل والقاعدة على حدث. والاختلاف في الرسم مثلاً عندي تفاعل الأن والأن الأوج، هذه القاعدة من يتألم في أي مجتمع أن الموجب زائد أوج السالب القاعدة من تفاعل مع حامل لأفضل حامل استيراد. أيضا في أي مكان أج موجب زائد استيراد السالب في أج محيط، هذا يعتمد على الاختلاف في تركيز الأعلانات الهيدروجين والأوج. فإذا هما أكثر تركيزا راح يكون هو هذا هو راح يفسر نوع المحيط. فاحنا دائما نريد نطلع اقول مثلا التركيز الاكثر هو راح يتبطن عندي بيساعدني التركيز الاكثر ناقص التركيز الاكبر. فلو افرض انه هذا يساعدني تركيزه 0.2 × 10 × 0 فهذا في اي مكان 0.2 × 10 × 0 هاي 0. فإذا تركيز الـ OH إلى إذا كان هذا عندي 1/10 0/0 هذا تعين كان يتحول كله إلى 30 وهذا 0. فالألاحظ بالطبع من الأكثر تركيز هو الـ OH. فإذا راح يتبقى من الأكثر دائما يتبقى من الأكثر ويساوي يطرح الأكثر اللي هو 2/10 ينقص الأقل اللي هو تركيزه 1/10 فيصير 1/10 ملاحظ. إذا عندما يأتيك سؤال حول قاعدة قوية أو حول مفقود فتكتب معادلة كل واحد على حدة ونوع المحيط راح يمثل الاختلاف في تركيزه. فتركيز المتبقي دائما هو الأكثر، عندك هنا الأكثر هو القاعدة، هنا هو القاعدة. فالقاعدة هو الحلقة إذا كنت القاعدة اللي هي أوج هو راح يتبقى من عدة. الأكثر هو طبعا تركيز الأوج هو الأكثر ناقص تركيز الهيدروجين. تصنيف بالعشرة ناقص 1/10 1/10 مولار هذا الأوج. ممكن من عندك توجد دي أو إتش ويساوي لي ناقص لون تركيز الأوج ويساوي ناقص لون 10 ناقص 1 ويساوي لي هذا في الـ pH. احنا اللي نحدد سعر النطاق اللي يحدد المحيط الحامض القاعدي هو الـ pH. فتوجد الـ pH يساوي 14 ناقص pH ويساوي 14 ناقص 1 13 إلى المحيط القاعدي. إذا ما عندما تريد نوع المحيط يعتمد على اختلاف تركيزه الـ pH عن تركيز الـ pH. هذا النوع إذا تفاعل حامض مع قاعدة تكتب معادلة كل واحدة على حدة ومن ثم تريد تطلع التركيز الأكثر يستمر هو الأكثر تكتبه الرقم الأكثر عندك هو الأوج فيطلع لك. إذا إن شاء الله عرفنا المحيط باختلاف التركيز. أعزائي الطلبة النوع الثاني أحيانا اللي نأخذ أمثلة عليه هو تفاعل حامض مع قاعدة مختلفة القوة ومتساوية التركيز. تأخذ حامض مع قاعدة فتكون تكتب نوع الأسئلة، أحتاج أعزائي الطلبة تكتب
ما يبي. ممكن ان الحين ازيل الصارخ احط ابناء الصارخ في السور ملاحظات حتى تسهل الكوب الحي من فعل المعادله. اذا كان واحد قوي مثلا لاصغر عندي ام اتش 3 هذه قاعده ضعيفه قاعده ضعيفه. اذا صارت مع حامل قوي لاصغر هو حامل ستيل اوت هذا حامل قوي. اذا لدي مختلفه القوه لكن كانت في سهم متساوي نتيجة تفاعلهم راح يسوون لي ان اتش 4 سي ار هذا 1/10 و1/10 تنفيذ الملح تقدر تسوي اول شيء تكتب معادله واحده لتفاعلها تنفيذ الملح هو تنفيذ هدفه احنا من بدايه الصفر التعادل تقدر تتعادلون تكتب مقدارهم هذا تنفيذ الملح واحد اذا تعادلوا بيناتهم اي تنفيذهم من اجل ان احفظ ناقص 1/10 هذا قبل التفاعل عندما تفاعل يتم تركيزه صفر تركيز الحامض ايضا صفر تركيز الملح 1/10 نلاحظ عزيز الطالب اصبح تركيز الملح 1/10 هذا هو الملح نوع الملح اذا بالمحلول بقى بس عندي ملح نوع الملح هو ملح حامضي راح يحل حسب قوانين الأنواع. الحين حسب قوانين الأنواع. إذا كنت ويطلب منك تفكير تفاعل حامض وقاعدة مختلفة القوة متساوية في التراكم تكتب معادلة ثم تركز قبل التفاعل وهنا عند التفاعل تراكمهم إذا يتفاعلون لا ينقشعر حامض القوي ولا ينقشعر القاعدة وبالتالي القاعدة فقط تثبت الأنواع فتجي كل حسب قانون H تحت الدبل يستوعب هنا E كم W تركيز D كم تركيز الملح على حلو فنصبح عندك هنا نوع الملح حلنا حسب هذا القانون إذا طلب من عندك النوع الثالث هو تفاعل حامض وقاعدة مختلفة القوة ومختلفة التركيز ومختلفة التركيز إذا عندي مثلا أن أي قاعد هذه قاعدة قوية مع حامض سيرشترين سي أو إتش لاحظ هذا حامض ضعيف مع قاعدة قوية نتيجة تفاعلهم ملح زائد H2O هذا ملح وهذا هو الماء فبيكون مثلا عندي تركيز قاعدة 1/10 الحامض 2/10 معظم الأسئلة الموجودة بالمنهج مالك يكون القوي هو تركيز ضعيف تركيز ضعيف والرياض الكريم والحامض الضعيف او القاعده الضعيف يكون تركيزه هو الاكبر فهنا صفر هنا صفر دائما تركيز الملح تركيز الملح يمثل تركيز الاقل منه يعني راح يتعادل بجد قدره راح يتعادل بجد فاذا تركيزه بقدر تكتب الملاحظات عندما يكون مختلفه القوه ومختلف التركيز اولا تكتب معادلة واحدة لتفاعله بعدين تجي تقول إذا تركيز الملح يمثل تركيز الأقل من الملح الجدة لأن هذا سيأخذ الجدة الثانية فمن يجي أنقص هذا 1/10 ناقص وهذا ناقص 1/10 ألاحظ من أجل أطرح التركيز القوي لا يبقى منه شيء لا يبقى منه شيء التركيز بينما الحامض الضعيف من أطراف قلنا 1 طبعا هذا الماء فصار عندي بالماء قوي فصار عندي بالمحلول صار عندي ملح اللي هو ملح القاعدي أملاح الصوديوم زائد حامض الضعيف صار عندي ملح قاعدي مع حامض الحلة حسب محاليل البقر حسب محاليل البقر اللي هو الألون المستعد فيكون عندك pH يساوي pKa
زائد لود 300 إعلان الصوت الملح على الأسد الحالة. وإذا كان قاعدة ضعيفة مثل هذا الحالة طبعا احنا نسوي هنا عندنا كثير وايد في الكلبية يتغير، لأنها ثلاث أنواع ضمن منهج مالتك، إذا استطاع الحالة القوية مع القاعدة القوية تستبق هذه القطاعات اللي وصلت، وهذا إذا كان مختلفة القوة بس يكون تركيبه متساوي حتى حسب قانون الأملاك، هذا في حالة إذا كان قاعدة ضعيفة وحامض ضعيف، لكن إذا كان عندكم حامض راح يكون عندي حامض ضعيف وقاعدة قوية، راح يكون الحل الآخر عدم تركيز الأج ويساوي كي دبليو تي كي إي في تركيز الملح، هذا إذا كان من الملح ناتج من قصة. حسنا، وإذا كان في حالة إن إذا قاعدة ضعيفة راح يصير 2 أو إتش يساوي 2 كي بي زائد لود راح يصير أيضا صوت على ديس القاعدة، هذا في حالة إذا كان هذا أجزاء الطلبة ممكن تسترجع هذه المعلومات ونأتيك إن شاء الله بعد الفاصل بحل أسئلة على القناة. اللي هي تكون عندها 23 و24 و25 هذه تختص بالاسئله القاعده، فحاط السؤال الاول اللي هو 25 حتى في المناطقات المركزة الثانية، السؤال قيمة الـ pH لمحلول ناتج من مزج 26 ملي مولاي ال ال او اتش اللي هو هيدروكسيد الصوديوم، معنى 50 ملي من اسف مولاي من الحائط الهيدروكسيد يساوي كم؟ نلاحظ أن هنا إضافة هجوم، نلاحظ أجزاء الطلبة إضافة محاليل إلى محاليل فتعرفين ترى تتغير، فأنت لازم تركز أولا على نوع المواد اللي أعطيتها، أنا جاوبت عندي هنا قاعدة وعندي هنا حامض، إذا أخلي بالي تطل على هل على موضوع التعادل، لو أنا حامض وقاعدة، لكن أحط سياقهم قوية، هنا أحط المحاولة القوية وقاعدة قوية. عندي هنا حجم وعندي هنا حجم من حيث الحجوم وتركيزه، لو اجي اجزاء الطلبه مثلا انا عندي حامل من القاعده ام اي او اتش حاول ان ترسم حتى يوصلنا الفكره اسرع، وان انا هذا تركيزي مولاري وعندي 26 مل مزجتها مع 50 مل من 1/10 مولاري اتش سي او، عملية المزج راح يصير حجم جديد، يعني راح يصير عندك الحجم الثالث هو نتيجة جمعهم 26 زائد 50 ويساوي 76 مل، هذا الحجم الجديد راح تحصل عنده، فراح يصير عندك الحجم الجديد، فإذا التركيز ما تبقى نفسه، أنت تتفكر مثل عندها عقول يتغير التركيز، فلازم أوجد تركيز من جديد قبل ما أشتغل على حد الموضوع. شرح أو جزاء عن طريق قانون التخفيف، فإذا راح أحطه في التخفيف مرتين، مرة على القاعدة القوية ومرة على الحالة، لأن كثير من هجومهم مختلفة وتركيزهم مختلفة. راح أقول القاعدة أو المرة الـ AOH يساوي المولارية الأولى
الحج الأول تستعرض الأولوية الثانية في الحج الثاني. هذا راح تاخذهم قبل ما تنزلهم. احنا هنا صار 76 ميل، التراكيب تتغير. فحج إذا هذا قبل النزل وهذا بعد النزل. قبل النزل بس هذا اللي نعمله، راح تلمح 1.2 في الحجم في النزل اللي هو 26. المولارية الثانية أثناء مجهولة، ودائما على الإفطار تخلي بالك إن التركيز راح يتغير، التركيز وين الطاقة راح في الحجم. الحجم اللي هو 76 ميل ما يحتاج إن تحاول تبدأ هذا أقل من فمن هي من يروح وصل إلى الحولة أم الثالثة للثالثة.
ممكن رأينا 74 ممكن تعلى إلى قرب إلى 5، يعني ممكن على قرب إلى 5 زائد 3 أو الضرب، فالمستوى هنا إحنا طلع فيطلع أقرب يطلع إلى 2 يوصل لبعض التقليل. هو رائد الـ pH، فالـ pH هذا أيضا ممكن بعض الأحيان يستطيع 5 بالعشرة، فالـ pH يساوي 14 ناقص 2000 أو يساوي 14 ناقص 2 ونص، ووضع 10 ناقص 5 يساوي 11. وجد نفس الطالب الـ pH وهو محيط قاضي، فهو محيط قاضي. إذا هذا النوع الأول من أنواع التعاطي القاضي مع قاعدة قوية. ناخذ سؤال آخر اللي هو من أسئلة الكتاب أيضا، سؤال 24. سؤال 24 ممكن تقرأه عند إضافة 25 من 2 بالعشرة محلول هيدروكسيد الصوديوم. عند إضافة 25 الطالب إن عندك قاعدة، قاعدة قوية وحامض ضعيف، القاعدة والحامض. عند مزج محلول أيضا راح يكون هنا تركيب عينين لأن الحجم مختلفة، فأنا عندي 25 وهنا عندي 50، فراح الحجم الجديد 25 زائد 50 يساوي 75 على حجم جديد. أحطهم على كل واحد أيضا أبيض أو أشقر عن التفصيل. المولارية الأولى في الحجم الأول يساوي المولارية الثانية في الحجم الثاني، هذا قبل وهذا بعد. فهنا عندي التركيز الواحد 2 بالعشرة قبل المزج مضروب ب 25، إنها المولارية الثانية 75، المولارية الثانية 75، إذا المولارية الثانية بعد إجراء الحسابات 66 بالألف مولار. نفس الحالة أجي أطبقها على الحامض الخفيف سي إتش 3 سي أو 1 أجي راح يصير عندي هنا مولارية واحد حجم واحد يساوي المولارية الثانية في الحجم الثاني. المولارية على قبل ما أمزجهم كان 1 بالعشرة من 50 ويساوي المولارية الثانية هي المجموعة بعد ما تكون أقل في 75 بعد 67. اجي اكتب معادلة تفاعلهم NaOH مع حامض الكريم CH3 COOH، يصير عندي ملح ثلاثة البوتاسيوم الصوديوم عفوا مع الماء. فلما اجي اعوض ثلاثتهم بالبداية هذا 0.66 وهذا 0.06 ما يقدر نخليه 66 هو نفسه بدون تقليل حتى يطلع لك. الملح هو مثل تركيز واحد من عندهم، تراكيزه متساوية من الأجهزة، فبالتالي هذا راح يستهلك الكلها، فتركيز الأجهزة إنها روح راح يطلع لك عندي فقط ملح، فقط عندي ملح. هذا الملح هو ملح قاعدي، فالحل حسب قوانين الأجزاء القاعدية اللي هو قانونها في أج يساوي ناقص نصف أو مضرب نصف في كي دبليو زائد في كي أي زائد لوج
أجل أول نساء في مصر في 2014 زاد الطب أنا بعد سنتين زاد اللغة العربية 66 صفر صفر 66 وبعد إجراء الحسابات راح يطلع 1.7 في لحظة استقالة هو أكبر من السبعة إذا هذا يدل على أنه علم قاعد فأنا قلت إن هذا كان تأثيرا قاعد إذا كان تأثيرا متساوي عندنا أعطيك مثال سؤال آخر كم إذا